الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الحد الثالث من أحد شهر أبيب، والحد الثالث في أبيب هو حد من أحد البركة. على الرغم أن احنا دايما بنصلي إنجيل البركة في الحد الخامس، بس النهاردة الكنيسة بترنى برضو البركة، بركة ربنا العاملة في أبائنا الرسل. احنا كل ده في شهر أبيب، الفترة اللي بعد عيد الرسل. فشفنا الكرازة في الحد الأول من أبيب الإرسالية، والحد الثاني شفنا مرضين من أمراض الخدمة، مرض من هو الأول بيننا، مين هو الكبير، من هو الأعظم، ومرض ثاني صعب من أمراض الخدمة هو مرض العثرة، إن الخادم يكون سبب عثرة. النهاردة الكنيسة بتكلمنا على حاجة مهمة خالص في أبائنا الرسل هنتكلم فيها، وبتكلمنا على البركة، إن سر نجاح الرسل دولت إن إحنا بنشوفهم إن هم بإيديهم كده بيأكلوا 5000 عيلة، بإيديهم دي واخدة من مين؟ من المسيح. ده سر البركة. سر البركة إن القليل الذي للكنيسة والقليل الذي لك هو أن تضعه في يد المسيح. لو أنت خدته لنفسك مش هيقضيك، لكن لو أنت حطيته في يد المسيح هيصير بركة ليك وللآخرين. إحنا نتكلم على آية صغيرة خالص ذكرت في هذا الإنجيل النهاردة، يقول لما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا. حدثوه بما فعلوا. الإنسان المسيحي إنسان داخلي أو إنسان سماوي، إنسان عميق. ولو أنا بصيت للشجرة كل ما الشجرة كبرت أعرف إن جذورها إيه؟ عميقة. وإلا لو جذورها على وش الأرض وهي بالطول ده تقع. إيه سر العمق ده؟ إن هذا الإنسان المسيحي دائما يدخل إلى نفسه، دائما يدخل إلى الداخل، عنده الانر لايف بتاعته عميقة وقوية. وده السر اللي كانوا بيتمتعوا بيه التلاميذ، إن هم لما رجعوا ابتدوا يحكوا للمسيح عن كل حاجة. عايز أكلمكم النهاردة على إزاي أنا أقعد مع نفسي وأتكلم مع المسيح. إزاي أقعد مع نفسي وأتكلم مع المسيح. الجيل بتاعنا مصاب بخطية صعبة ساعدت فيها السيلفونز والفري مينتس والحاجات دي كلها، هي الإدانة. إن إحنا بنعمل إيه؟ نمسك التليفون وندين وننم ونمسك سيرة، كل مجموعة أخطاء اللسان فري مينتس الحمد لله، تقعد 3-4 ساعات تتكلم مفيش تكلفة، لكن ده بيتحسب عليك في السماء. لكن الشيء اللي إحنا لا نجيد أن نفعله في جيلنا هذا هو عكس هذا. إحنا بنجيد أن نحاسب الناس، لأن النميمة والإدانة وكل ده عبارة عن إيه؟ إن أنا بمسك الناس وإيه؟ أحاسبهم أشرحهم. لكن عكس كده هو إيه؟ إن أنا أمسك مين؟ نفسي. أمسك نفسي، أمسك نفسي. أبو مقار بيقول إيه؟ أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا إيه؟ عليك. الإنسان الناجح هو إنسان دائما يجلس إلى نفسه ويحاسب نفسه، بيحاسب نفسه. بولس الرسول في تيموثاوس يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. أريوس أكبر مهرطقي التاريخ، سبب هرطقته كلها إنه وعظ وعظة وقال فيها كلام ما معناه إن المسيح الابن لا يساوي الآب. ولما جم الناس اللي حواليه قالوا له يا حضرة الواعظ أنت يعني خرمت النهاردة، لم يقبلها. هو ما عادش حاسب نفسه ولم يقبلها منهم، وقعد طلع كل الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن تتفسر زي ما يقول أبي أعظم مني والحاجات دي كلها بطريقة غلط، بطريقة بره الموضع اللي هي محطوطة فيه. ده نتيجة إيه؟ إنه لم يحاسب نفسه وإنه لم يقبل محاسبة الإيه؟ الآخرين. فيقول له إيه؟ إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. كم مرة أنا كأب في البيت أقول قرار وبعدين تيجي المدام ولا أي حد يقول لي الموضوع ده يعني أنت كبر شوية، يا ريت إيه؟
نتراجع شوية في الموضوع ده. لا ما تراجعش كلمتي، ما أنا لو تراجعت مرة إيه هتراجع على طول ويسوق في الإيه في الغلط. يا ريت أنا أحاسب نفسي قبل ما حد تاني يجي لي ويقول لي أنت إيه غلطان. طب ليه إحنا ما بنحاسبش نفسنا؟ ليه إحنا ما بنعملش مع المسيح زي التلاميذ ما عملوا كده إن هم حدثوه بإيه بكل ما بما فعلوه؟ لسببين. السبب الأولاني إن كل واحد فينا عايز يشوف نفسه في صورة لا تشبه شائبة. لا تشبه شائبة. كانوا عندي واحد لطيف كده راجل كبير في السن وبركة، مرة بضحك معاه بيقول لي أصلا إيه الخراط خرطني والدقلق إيه مات. يعني بالإنجليزي كده يقول لك one of the kind. يعني إيه one of the kind؟ يعني مفيش غيره. مش هو اللي بيقول كده، احنا كل واحد فينا قدام نفسه عايز يحس ان هو ايه كده انا صح. فلما يجي تقول له حاسب نفسك وتطلع نفسك غلطان، تبقى ده موضوع بالنسبة له ايه مش مقبول. انا مش عايز اعمل نفسي غلطان، انا قلبه الصح. الحاجة التانية ان حتى لو بقى في شوية اتضاع وانت عايز تحاسب نفسك، الشيطان يعمل ايه؟ يشغلك، يشغلك، يخليك توصل لآخر اليوم مفيش. بينما محاسبة النفس دي ما بتستناش للأعياد والمناسبات وعيد ميلادي وعيد مش عارف إيه. دي أنتوا عارفين بتبقى الإنسان الشاطر هنتكلم عليه في الآخر يعملها إزاي. أبانا القديسين كانوا شاطرين في محاسبة نفسهم. أتعجب على واحد زي بولس الرسول اللي طلع السماء الثالثة يقول لألا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. تفتكروا؟ تفتكروا واحد طلع السماء الثالثة، واحد ب14 رسالة في الكتاب المقدس، واحد كرس في كل آسيا وأوروبا، يبقى مرفوض؟ ما الشيطان إيه؟ صعب. لأن هو حاطط قدامه الآية اللي بتقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر إيه؟ نفسه. يا ريت ان احنا نتعلم نراجع نفسنا ونحاسب نفسنا. ده انا عايز حاجه احلى من كده كمان، ان انت يبقى عندك الكونشس بتاعك صاحي على طول، بحيث ان انت لما تعمل حاجه غلط تحس على طول ان في حاجه ايه في حاجه غلط. يعني انا دايما بقول حاجه والناس بتضحك، عمرنا ما شفت طفل بعمده او لسه مولود بيبي وبيشتم. شفت طفل لسه مولود بيشتم؟ طب هل هو لسانه على طول طلع مرة واحدة كده كل الشتام دي، ولا هو شتم مرة وبابا وضحك وقال له يا سلام الواد بقى راجل، وماما فرحت بيه بقى الواد كده ما حدش يعرف يضحك عليه. وأحيانا احنا اللي نعلمهم كده، وبعدين كلمة ورا كلمة ورا كلمة، وبعدين نبعته المدرسة يرجع لنا ايه قاموس، يرجع لنا قاموس. احنا بنتولد وصفحة بيضة، صفحة بيضة. لكن العالم لو احنا ما خدناش بالنا، انا عايز محاسبة النفس دي هشبهها لكم بحاجة، يعني مش ضحك ولا حاجة، كأنك معاك لوح كده وايه والمساحة، اول ما تلاقي حد كتب حاجة على اللوح الابيض ده تروح انت ايه مسحها. اقدم توبة، اراجع نفسي. احنا بنبتدي نحاسب نفسنا الاول على الحاجات الكبيرة. لو واحد عمل يعني حاجة كبيرة، حاسب نفسك لسانك بيقول ايه، حاسب نفسك فكرك فيه ايه، حاسب نفسك حواسك ماشية ازاي، مشاعر قلبك فيها ايه. عندي ورقة جوه بديها للناس بتعترف، فيها عمودين، عمود للحساب الايجابي وعمود للحساب السلبي. بمعنى ايه؟ ان مش محاسبة النفس بس على الخطايا. كم مرة نمت من غير صلاة وحسيت انك غلطان؟ اول يوم، وتاني يوم نص ونص، وثالث يوم ايه؟ اقول لكم على طريقه بيسرق الشيطان فيها صلواتكم. تعالوا نطلع نتفسح اسبوع، اسبوع بقى فسحه من ضمنها اجازه من الصلاه، اجازه من الصلاه، اجازه من الكتاب المقدس، ونرجع عايشين في الاجازه على طول، لان انا اتعودت وولفت ان انا انام من غير ما اصلي. مش كده؟ حاسب نفسك على أخطائك ضد الله وضد الناس وضد نفسك. ادرس
خطاياك وشوف ضعفاتك فين. ما تتكسفش ان انت تعمل زي الشاب الصغير اللي رجع الى ايه؟ نفسه وادان نفسه. لو لم يدن نفسه لقضى حياته يصارع الخنازير. ودي حال الانسان اللي ما بيحسبش نفسه. يقولوا الاباء قول لذيذ جدا كده، يقول الذي يحاسب نفسه يستطيع ان يكتشف خطاياه التي تلبث ثياب الحملان. يعني ايه ثياب الحملان دي؟ يعني واحد ممكن يغلط بس الانفيرومنت العام اللي هو بيتكلم فيه هو شايفه صح. يعني دي مثلا حاجات بنشوفها في الكنيسة او في الخدمة، يقول لك فلان ده وفلان ده ويعلي صوته ويغلط ويزعق وهو شايف نفسه ان هو ايه، لانه يدافع عن الحق الذي يظنه انه حق. دي بنسميها خطايا في ثياب ايه؟ حملان. هو شكله ان هو بيدافع عن الحق لكن هو بيعمل ايه؟ غلط. احيانا لو انت اصريت انك تحاسب نفسك الشيطان يوقعك في مشكله اسمها صغر النفس. طبعا دي حد عدد قليل اللي بيقع فيها، لكن احترس ايه منها. قديس انطونيوس يقول ان ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وان نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. واحنا كل يوم في كل صلوه بنصلي المزمور 50 اللي بنقول فيه ايه؟ خطيتي أمامي في كل حين. أنا عايزكم تبقوا متوازنين، بالانسد في الحياة ديت. يعني أنا بيعجبني القول اللي قال إيه؟ قال لا تفتخر لأن اللص الشمال إيه؟ هلك، ولا تيأس لأن اللص اليمين إيه؟ خلص. يعني الاتنين حرامية والاتنين مدانين والاتنين عليهم حكم، بس اللي قال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لذلك في نقطة هنا مهمة، أما أنا حاسب نفسي أخد معايا مراحم وقدرة الله على الغفران. أنا في الموازين إلى فوق، ولكن مراحم ربنا تستر كل إيه؟ خطية. لأن لو أنت خدت بس أن أنت تدرب نفسك أنك تدين نفسك، هتلاقي نفسك في الآخر وقعت في حتة صغر نفس اللي تقول ما فيش فايدة فيا. ودي غلط، لأن هنا أنت يا إما ما هو الشيطان، يعني أقول لكم يعني إيه، يا إما يخليك تطنش خالص وكله حلو وأنا زي الفل وخطايا في ثياب حملان، يا ياخدك على الناحية التانية ويقولك لا أنا مفيش فايدة فيا إيه وحالتي حالة. لا، ده خلص وده هلك، لأن الفرق إن هما نظر إلى السيد المسيح. ولما تحاسب نفسك يا ريت بلاش تبقى عندك نوع من التماس الأعذار الكتيرة لنفسك. يعني احنا دايما عندنا اسباب كتيره جدا انا عليت صوتي ليه، لا اصل هو غلط فيا، اصل هو نرفزني، اصل هو قال لي مش عارف ايه. لكن فلان ده علا صوته، فلان ده مش مفروض، هو مش عارف ان في الكنيسه يليق بيتك يا رب تليق القداسه. يعني الانسان في محاسبته لنفسه بالظبط عامل زي التاجر الحرامي، عنده ميزان مظبوط وميزان ايه فمع نفسه يجيب الميزان اللي ايه دايما هو. في رومية 2 بيقول انت بلا عذر ايها الايه الانسان. وما تديش عذر لنفسك ان كله كده والدنيا كلها كده. يعني احلى مثالين في الكتاب المقدس على عدم قبول هذه الاعذار نوح. ده نوح اللي بنوله الفلك ما صدقوهوش، كانوا بيستنفعوا منه ومرضيوش يقبلوا ان هم يؤمنوا، وكل اللي خلصوا كانوا كام؟ 8 انفس. ولكن نوح ايه؟ اطاع الله. تقول لي كل الناس بتعمل الحكايه ديت، كل الناس بتسرق، كل الناس بتكذب، كل الناس بتعمل ده وده وده، الولاد الصغارين بيقول لهم دير تو بي ديفرنت، فما بال احنا الايه الكبار. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. المثل الثاني هو يوسف. يوسف كان سيدا على كل بيت فوتيفار، والست حبت تدي نفسها هديه فوق الموضوع. قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى ايه؟ الله. الناس اللي بتدي نفسها اعذار في اخطائها، يقول قداسه البابا قول لطيف جدا، يقول ان الضعف الخارجي لا يستسلم له، ان الضغط الخارجي لا يستسلم له الا الضعف الداخلي. هقولها تاني.
الضغط الخارجي اللي هو بنسميه مع الولاد البير بريشر، المجتمع حواليك كله كده، لا يستسلم له إلا الضعف الداخلي. يعني الإنسان الضعيف جواه في إيمانه وفي محبته لربنا في طهارته وكده، الشاب الطاهر ما يتأثرش بالزنا اللي في العالم مهما كان، إن شاء الله الفصل كله بيلخبط. لكن الإنسان اللي ضعيف من جواه بيدور على إيه؟ على سبب. يا ريت إحنا نحاسب نفسنا، لأن طول أنات الله ليها حدود. طول أنات الله إيه؟ ليها حدود. عذراء النشيد لما قرأ على بابها قالت له إيه؟ قلعت غسلت إيه؟ خلعت ثوبي فكيف إيه؟ ألبسه. فحصل إيه؟ تحول عنها وعبر، فجريت طلعت وراه. أيهما أسهل، إنك تفتح لربنا الباب وهو واقف على باب قلبك، ولا ترجع تدور عليه في الطرق وتقول له أنت فين؟ مين أسهل؟ يا ريت نستغل الفرصة. احيانا احنا في محاسبة النفس اذا كنا بنبرر نفسنا بالمجتمع، كمان احيانا احنا ندي اعذار غير مقبولة. يعني ايه؟ اديكم مثل حلو كده. يونان ربنا قال له روح، فقال لا انت عارفك حنين، انا اروح واقول وانت مش ايه، مش هتموته، مش هتفني المدينة، يبقى الاحسن ما ايه، ما روحش. دي اسمها اعذار غير مقبوله. بمعنى ايه؟ مثلا يجي واحد يقول لك ايه، يا ابونا الصوم كتير وانا صحتي على قدي. ده بيقولوا صومه طيب تصحه. يعني الناس في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الامريكاني، ما احنا بناخد من المجتمع الامريكاني اللي على مزاجنا بس، لكن الحاجات الكويسه يعني مثلا في المجتمع الامريكاني اكل اللحم الاحمر ده عيب، حاجه وحشه، وافضل ان انت تبقى ايه، فيجيتيريان. انا بقابل ناس كتير جدا كده يقول لك انا فيجيتيريان، اللحوم دي لا. انا حكيت لبعضكم لما كنت بشتغل كان بيجي لنا ناس اجانب، فكنا في فتره فطار، فطلبت لحمه بقى افطار، فهو طلب حاجات فيجيتيريان، فبص لي كده بطريقه كان انا بعمل حاجه وحشه جدا. بيبص يقول لي ايه، ار يو ستيل ايتينج ريد ميت، كان انا بعمل ايه، خطيه. فانا طبعا فلسفتها وقلت له لا، احنا عندنا تلت السنه فيها لحمه وتلت السنه سيفود وتلت السنه فيجيتيريان. بفلسف، لكن هو اجدع مني، هو احسن مني، لان هو استطاع ان هو ايه، يرجع للحياه الفردوسيه لما كان ادم وحواء عايشين فين، في الفردوس، حتى لو بيعملها for a health reason not for a spiritual reason. لكن المهم ايه، ما تدورش على عذر. نفس الكلمه دي بنستعملها في العشور. مين بيحاسب نفسه ان هو مش امين في عشوره؟ مين بيحاسب نفسه ان هو العشور ديت هو مفوت كده فيها؟ ونيجي نقول له فين يا عم، ليه ما بتحاسبش نفسك على الحته ديت؟ يقول يا ابونا ده احنا مش مقضيين، ده احنا مش مقضيين. طب ما صح، ما انت لازم ما تقضيش، لان انت بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها ايه تعب. انت معاك فلوس بس معكش بركه، معاك فلوس بس معكش بركه. جرب البركه هتفهم معنى الآية اللي بتقول الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ينقص. هتفهم معنى الآية اللي بتقول كنت فتى والآن شيخ ولم أرى ذرية لصديق تخلي عنها. هتفهم الآية اللي بتقول العنقود وإن بقيت فيه حبة واحدة فما زالت فيه بركة. لأن الشبع مش بالكم. يعني احنا النهارده الجماعه البيبليكال كريتيس بتوع البيبليكال كريتيسيزم اللي هم بينقدوا البايبل، لما يجي يبصوا على المعجزه بتاعه النهارده، ايه يعني خمس خبزات وسمكتين دولت لما تقسمهم على 20,000 واحد، 5,000 عيله؟ هات لي اجدع وزير خزانه في الدنيا، اجدع ام مدبره في الدنيا، اديها خمس خبزات وسمكتين ولا خدي اكل لنا 20,000، كام دول؟ يطلعوا شكلهم ايه دول؟ في عقل ممكن يفسرهم، في بتاع دوت لوغاريتمات ممكن تطلعهم تقول لي دول خدوا وكل واحد خد حته قد ايه من شوكه السمكه؟ ما تقدرش. لكن في فرق بين الكم والشبع. الشبع هو ده اللي ربنا بيوصله لنا، الكم ده اللي احنا بندور عليه. حبيبي من الافضل انك تدين نفسك وتبكتها. أب من جبل ناتريا بيقول صدقني يا أبي لا يوجد أفضل من أن يرجع الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء.
أنا مخلي دي للمشاكل الأسرية. في المشاكل الأسرية بندرس لهم حاجة اسمها oneness in marriage، يعني الوحدانية. أول ما الاثنين يخشوا لي يقولوا لي هو عمل، هي عملت، بس هي عملت عشان هو عمل، نقعد لنا إيه 3-4 ساعات. فأنا في قصة حلوة بحبها جدا وأحب أقولها لكم، علشان قلتها كتير جدا بس برضو بحب أقولها. هو عمل يعني أنا بدينه، هي عملت يعني أنا إيه بدينها، لكن المسيحي يأتي بالملام على إيه؟ على نفسه، يأتي بالملام على نفسه. إيه القصة دي؟ القصة دي بتقول إن في واحد كان عنده عربية، العربية دي كل شوية ياخدها للميكانيكي يقعد يصلح فيها. فمرة راح للميكانيكي قال له لا العربية دي عايزة شغل كتير قوي. قال له بقول لك إيه، سيبك من العربية ده، أنا بتكلفني كتير، لو رحت الديلر وجبت بالقسط هتبقى إيه أرخص. قال له طب أنت شوف، عايز توديها الجنك يارد وديها الجنك يارد. طلع الحلو ده وجاب عربية حلوة من الديلر وركبها، دايس بنزين بقى وإيه وفرحان. عمل حادثة، دراعه اتكسر كذا حتة، خدوه للمستشفى جري. قالوا له وي ار سوري، دراعك محتاج كذا عملية عشان يرجع يفانكشن تاني. فقال لهم إيه whatever it takes. العربية قال لهم إيه forget about it، ودراعه قال لهم إيه whatever it takes. بالعربي يعني العربية قال لهم سيبك منها، مش عايزها العربية دي، دي وجع دماغ. كل واحد بيجيب لي مراته أو واحدة بتجيب لي جوزها نفس التفكير، غلطة العمر يا ابونا. لكن التاني لما راح البتاع دوت، لما راح المستشفى ودراعه اتكسر، قال لهم اللي تحتاجه، يعني انا عايز دراعي تاني. فالسؤال اللي دايما بنساله في القصه دي، شريك حياتك ده عربيه ولا دراع؟ يا ريت تبطلوا تحاسبوا بعض، حاسبوا نفسكم، حاسبوا نفسكم. صدقوني انا اقول لكم حاجه، انا بكلمكم مش بوعظ، يعني انا بفتح لكم قلبي. اوقات احس الناس كده زعلانه مني، فلما اجي اقرب منها احس بحاجه واحده بس، مفيش مشكله، كل الفكره ان هم عشمانين في محبتي وانا ما حبيتهمش كفايه، او ما قدمت لهمش الحب اللي هم عايزينه. ده كل الحكايه، مفيش موضوع، يعني مفيش خلاف بينا على حاجه، لكن انا بحس ان هم أبونا أنت ما اديت لناش حب قد اللي بنشوفه بالناس بتاخده، إحنا عشمانين برضو، واخدين بالكم؟ يبقى النهاردة الموضوع مش هم صح وأنا غلط وهم غلط وأنا صح والحكاية كده، الموضوع إن الناس دي عايزة محبة أكتر. فأنا عايز أقوله لكم، يعني بلاش إن أنت تدين الآخر، دين نفسك، دين نفسك. افتكروا يعني لو حد في البيت قال لك أنت عملت، قول له أنا الدراع والعربية، هيضحك ويرجع خلاص. بعد ما تدين نفسك عالجها، يعني مش بس ان انا اعدام او حبس، لا، تعالجها بايه؟ بالتوبة والاعتراف، بالتدريب الروحية، بقعدة مع اب اعترافك. وكل اللي احنا بنقوله ده محتاج اتضاع. هتحاسب نفسك بطريقة سلبية على الأخطاء، وتحاسب نفسك على الإيجابيات اللي انت ما بتعملهاش. اللي عايز الورقة دي أبقى أديها لكم في الآخر. آخر حاجة، إمتى حاسب نفسي؟ اللي احنا متعودين عليه ليلة رأس السنة، يوم عيد ميلادك، يعني في بعض ناس يوم عيد جوازها تشكر ربنا على الأيام الحلوة اللي عدت عليها، حاجات كده. لكن الصح إنك تحاسب نفسك كل يوم، والصح قوي انك تحاسب نفسك زي ما بيقولوا كده simultaneously، يعني اي حاجة تطلع منك غلط تحس ان في حاجة ايه غلط. واللي احسن واحسن انك تحاسب نفسك قبل ما تتكلم او تتصرف، يعني ده الحكمة بقى. الحكمة ان مش اغلط واعتذر، الحكمة ان انا قبل ما اتكلم وقبل ما اعتذر اعرف انا حقيقة هقول ايه. يا ريت ان احنا ناخد الموضوع ده بجديه، نبطل ادانه الاخر ونتجه الى انفسنا. يا ريت نحكم على انفسنا قبل ما نقف قدام ربنا. اوعى تفتكروا ان ربنا محتاج شرايط كاسيت وشرايط فيديو علشان يحاسب الناس، ده هي لحظه كده
لحياتك كلها كده في لحظة. انت حبيبي ما عندكش محبة، انت كان لسانك كذا، كان فكرك كذا، كان احنا عايزين نطهر انفسنا. الانسان اللي بيعترف صح هو انسان يعرف كيف يحاسب نفسه. لكن لو واحد قاعد كده ده ابونا فاضي ما نخش نعترف، ايه اخبارك يا ابونا عامل ايه والكنيسة زيها واشتريتوا البيت ولا لسه وعملتوا ايه، طب صلي لي الحل، ده اعتراف؟ ده مش اعتراف. شرط الاعتراف ان نرجع الى انفسنا. ان نرجع الى ايه؟ انفسنا. ربنا يدينا نعمة وبركة، المسيح مستنيك عشان يبارك حياتك. لو كل مجد وكرام من الان والى الابد، امين.